نور، مساء الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم جلابات دو بياس، هذه براندا ورقمي ديالها، كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم. اما هاد الزرقاء هي دو بياس بالمخ، بزوق ديال المخ ديال زوق معلم، كنتمنى انه من الاعجاب. قفيطين حتى هو كما كتشوفوا في الفيديو، كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم. حتى هو اللون في اللون، اين عقدة تاوايا نص طوق، كيف ما في الكمايم كيف ما في الصدر تاوايا، كنتمنى انه ولينا الاعجاب ديالكم. اما هذا يعني كاين تقميص في الموف مطروس تاوا اللون في اللون، وجلابه يعني واخدين السفيفه ديالها باللون ديال القميص، كنتمنى انه ولينا الاعجاب ديالكم. اما هذا الموطارد يعني القميص ديالها في البيض والجلابه في الموطارد كما كتشوفوا، السفيفه واخدين من اللون ديال القميص يعني باش كتمشى معاها، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اما هاد الجلابه هادي بمخزانيه، زوق ديال المعلم، كاينين فيها لوينات مختلفين، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. حتى هي نفس اللولين كيف هادي. كاينه هاد البيضه هادي اللي كتبان بحال الباج، غير اللون اللي داير نفس السفيفه مختلف عليها في الزوق ديال المعلم، درناها في الحجري. ام جلابه هادي تا هي دو بياس، قميص ديالها ممطوز ما والو غير بالراندا، وهي بالراندا كما كتشوفوا في عبر الفيديو، تا هي زويونه. كاينه جلابه زرقاء قميص ديالها في تا هي بالراندا. هاد الجلابة اللون ديال العريسات بالنسبة لي مقبلين على الزواج، تا هما كاينين هاد جديد بهاد السعية براندا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تما جديد بهاد دو بياس، كاين هاد الجلابة هادي تا هي يعني جد جميلة وراقية، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة.